نسيت المفاتيح معي، كنت لازم رجعهم لأختي سندورة. تأخر الوقت هلا، بعطيها إياهم الصبح وقت الفطور. أختي، هدول الأغراض للاحتفال. قالت لي عمتي إنه أنتي رح تقومي بكل التحضيرات مشان الاحتفال. بدي أقول لك شغلة مهمة، أنا ما بعرف أي شيء عن هذا المهرجان بنوب، يعني بصراحة ولا مرة احتفلت بمهرجان الأخوة، لأنه ربيت كل عمري وحيد. أنا كمان ما احتفلت فيه ولا مرة أختي، أنا كمان ما عندي أخت. فدية؟ هلأ برجع لعندك. ليش ما في كورن فليكس؟ بولا قال إنه خلصوا، ليش ما جبتوه؟ أنا قلت له مشان يجيب لك علبة جديدة، ما هيك؟ سامحيني نسيت اشتري مبارح. أنا ما بهمني، بدي أكل كورن فليكس. طيب رح أجيب لك فورا، أخي روح اشتري له علبة بسرعة. حاضر أمرك. تفضل. اسلموا أختي. طيب شو رأيك تأكل تفاحة لبين ما يجيب الكورن فليكس؟ بدي شغلة تكون كبيرة ومدورة كمان، هي خضرة من برا وحمرة من جوا. بطيخة؟ ايه بطيخ، نسيت اسمها بالعربي آسف. لو سمحت اعملي لي كاسة عصير. تكرم عينك رح جيب لك. يسلموا. هي ما بتعرف حتى شو البطيخ، جاهلة. شفتي كيف كانت عم تحكي؟ بولا ما لازم يرد على أوامرها، والمفاتيح على خصرة، هي مفكرة حالها أنه صارت ست البيت. شو ليش هيك عم تحكوا بالهمس؟ شو صاير لكم؟ صهري مو عن شي. نحن هلأ بنرجع. عن إذنك. ليك حبيبي أنا فايق جوعان كتير. ها؟ أنا بحط لك أخي. خلص أنا بحط لحالي. وبدك تاكل من هاي؟ اختي انا كان لازم رجع لك المفاتيح. انا اسفه كثير نسيت رجع لك اياهم امبارح بعد الصلاه. فكره انه مقامك بيسمح لك ترجعي المفاتيح؟ المفاتيح يلي ضلوا معي كل هالسنين الماضيه.